إذا مشاهدينا الكرام، مشاهدين قناة شوف تي في، فأهلا وسهلا، مرحبا بكم معنا في هذا النقل المباشر من نواحي بن سليمان، فجولة داخل جوقية سوق الطوالة. شوفوا معي العديد من الأشياء النادرة و الجميلة اللي كتباع داخل هاد الجوطي. إذن دائما مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في، أهلا وسهلا، مرحبا بكم معنا في هذا المقال المباشر من نواحي بن سليمان، جولة داخل جوطية سوق الطوالة. شوفوا معي العديد من الأشياء النادرة و الجميلة اللي كتباع داخل هاد الجوطية. مشاهدي قناة الشعب، قناة جوطية، الصورة أمامكم. إذن دائما مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شعب، قناة شوف تيفا، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا النقل المباشر من قلب جوطية سوق الطوالة. شوفوا معي العديد من الأشياء النادرة والجميلة اللي تتباع داخل هذا الجوطية. مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الشعب، قناة شوف. إذا مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الشعب، قناة شوف تي في، فنبقى لي إذا نودعكم، حنا معكم في جولة قلب جوطية الطوالة. شفتم العديد من الأشياء النادرة والجميلة اللي كتباع داخل هذه الجوطية. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء مشاهدينا الكرام، ونهاركم مبروك، نلتقي في بث مباشر آخر إن شاء الله. صافي هذاك، هذا هو هذا.
ها 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 ها